السلام عليكم أولا يا شباب. إن شاء الله نبتدي إيه؟ فيسيولوجي. يعني إيه فيسيولوجي؟ علم الضغط. الحقيقة الفيسيولوجي ده يا شباب بصراحة يعني مش عشان بدرس فيسيولوجي، أكيد كل واحد بيقول لكم بقى أهم مادة عندكم هي المادة بتاعتي. فيسيولوجي يعني نورمال فانكشن. نورمال فانكشن بتاعت ايه؟ بتاعت مثلا الهارت والبلاد فيسلز، كارديو فاسك، البلاد، ريسبيراتوري، الكيدني، الليفر، الجي اي تي، المخ وهكذا. ديستربد يعني تلخبط. نورمال فانكشن، لخبطة في النورمال فانكشن هو ده الباثولوجي، المرض. وبعد كده يجي علم الأدوية يحول المرض يرجعه للنورمال تاني. فده الحقيقة ما كناش عارفين النورمال كويس، الحقيقة ايه؟ هيضيع مننا حاجات كتير. فاهمني ازاي؟ فيعني السنة دي السنة الجاية أرجوكوا يعني إيه ما تبخلوش على الفسيولوجي بوقت أو جهد، بغض النظر عن درجات، لأن دي بيزس للميديسن، بيزس ثوابت كده للطبيب. لو ما كانش عارف الحاجات دي كويس هيبقى ضعيف، هتنجح وتجيب تقدير وكل حاجة، لكن مش هي دي القضية. يعني نسمع عن دكتور مثلا كويس، دكتور شاطر، دكتور ليه الواحد بيختار الشاطر، مع ان ده يمكن طالع بنفس التأثير بتاع زميله. اوكي؟ فأرجوكوا يعني الفسيولوجي ده ما لا نهمله. طيب هنتكلم دلوقتي على انترودكشن. ايه الانترودكشن؟ لا جسمنا ده يا دكاترة، جسمنا معمول من ايه؟ اقول له 60% من وزن جسمنا عبارة عن مية، و 18% من وزن جسمنا عبارة عن بروتينات. البروتينات دي اساسا هتبقى ايه؟ ممثلة في العضلات، في المسلز. 7% يا شباب عبارة عن مينرالز، معادن. زي ايه المعادن اللي موجوده في العظم؟ كالسيوم، برافو، كالسيوم، فوسفين، صوديوم، بوتاسيوم، كل الحاجات دي ايه؟ هنعتبرها مينرالز. طب وايه كمان؟ اقول له 15% فات دهون، يبقى ادي 100%. 18 و7 كام؟ 25. 25 و15 40 و60 مية. يبقى تعالوا نحفظهم بقى. 60% من وزن جسمنا ايه؟ مية. يبقى 40 15% منهم دهون فات، يبقى 25 نقسمهم الى ايه؟ 18 و7. 18 بروتينات اللي هي العضلات اساسا، و7 عبارة عن المينرالز. طيب بس خلوا بالكم هذا الكلام صح، بس في الميل. ميل. طب في الفيميلز؟ الفيميلز يا دكاترة عندهم فات اكتر ولا اقل مننا؟ فات اكتر. الله، يبقى الاقي الووتر كونتنت عندهم اقل مننا، من 50 ل 55%. والفات الاقيهم عندهم 20%. البروتينات والمينرال زي بعض. طب ليه كده؟ اقول له والله الخلية الدهنية، الفات سيل نفسها تحتوي على لو ووتر. يبقى لو جبنا واحد كده يا شباب، نتخيل كده واحد نشفناه، يعني اخذنا منه المية، يطلع منه 40% بس،
70% سوليدز والباقي ماء. متخيلين كده دكاترة؟ وهكذا لو اي خلية الافرج المتوسط الاقيها ايه 60% ماء و40% سوليدز. طب بس خلوا بالكم يا دكاترة لما بنشوف بيبي كده لسه مولود الواحد يمسك البيبي كده ايه يحس كده عايز يقع كده اما ليه اقوله اه ده حوالي 70% او 75% من الانفنت او نيولي بور نيو حديث نيولي بور حديث الولادة اقوله 75% منه مية الله يبقى خلي بالك بص كده لما الاقي واحد عمره 70 سنة مثلا ولا 80 سنة الاقي جلده بقى ايه كرمش مش كده الله يبقى في الادلت كام زينا 60% اللي لسه موجود كام الراجل العجوز بقى لا عنده ايه نشيل 10 50% الله يبقى بصوا الووتر كونتنت السؤال ده متكرر water content is decreased by age صح الجملة دي ولا غلط صح طب يا ترى المية في جسمنا كل حتة زي بعض قلنا لا تصوروا المخ البرين بصوا 90% منه مية واحد يمسك مخ كده لسه حس كده مهلبية المخ بقى عنده 90% منه ماء الله يبقى بينما العظم مثلا يا شباب والاسنان العظم والاسنان الاقي من 5 ل 10% يبقى العظم والاسنان الله يبقى ايه الووتر كونتنت لا بتتغير ما هي ثابته يا شباب فاهمين اكوردنج للفانكشن بتاعت ايه تصوروا لو الواحد عظمه ده بقى مية كده يعني فاهمين ايه على حسب الفانكشن بتاعت ايه كل واحد كل اورجان يبقى مرة تاني عندنا مية كام في المية يا شباب الميل اكتر ولا الفيميلز الميل طب ليه الفيميلز عندها ووتر اقل مننا فات اكتر والفات كونتين الخلية الدهنية تحتوي على مية اكتر ولا اقل طيب الووتر كونتنت بتزيد باي ايج صح الجملة دي ولا غلط غلط امال هي بيحصل لها ايه بتقل باي ايج هل يا دكاترة الووتر كونتنت متساوية في كل الاورجانز وكل التيشوز في جسمنا ولا مختلفة هاي طب دكاترة المية قلنا 60% منها من وزننا مية خلوا بالكم المية دي متوزعة ازاي قلوا بصوا كده يا شباب دي خلية السائل اللي جوه هو يعني سائل الاول يعني فلويد يعني ايه دكاترة فلويد يعني ايه سائل ومية مية يعني ووتر الله يبقى خلوا بالكم يا شباب المية مش كده المية هما ايه الفرق ما بين المية والفلويد قالوا والله المية دي لو حطيت عليها سكر وحطيت عليها صوديوم حطيت عليها بوتاسيوم حطيت عليها بيكربونات وحطيت هتبقى فلويد الله يبقى الفلويد ده عبارة عن مية دايب فيها حاجات طب المية اللي داخل الخلية هسميها انترا يعني يا شباب داخل سيليولار يعني خلوي فلويد طب برا الخلية يبقى اكسترا عارفينها ما شاء الله اكسترا سيليولار فلويد بس خلوا بالكم تعالوا كده اي اورجان زي الكبد ده ليفر الكبد ده عبارة عن ايه اقول له والله الكبد ده عبارة عن مجموعة خلايا كده
مجموعة الخلايا دي يا دكاترة، السائل اللي جوه الخلايا اسمه ايه يا شباب؟ انترا سيليولار فلويد، ده اسميه انترا سيليولار فلويد. طب والسائل اللي بره ده اكسترا سيليولار فلويد، صح يا شباب ولا؟ بس السائل دوت يا دكاترة اسميه انترستيشيال فلويد، اسميه ايه؟ انترستيشيال فلويد. نقولها مع بعض كده يا شباب، انترستيشيال فلويد، انترستيشيال فلويد اسميها ايه؟ انترستيشيال فلويد اسميها ايه؟ اسميها ايه؟ انترستيشيال فلويد. يبقى ايه هو الانترستيشيال فلويد؟ اقول له الفلويد اكسترا سيلولار فلويد، ده الفلويد ان بتوين، ان بتوين ما بين الخلايا وبعض، اسميه يا شباب انترستيشيال فلويد. طب بصوا يا شباب، لو جبنا اورجان زي المخ، ده البرين، البرين ده معمول من ايه؟ اقول له والله خلايا عصبيه كده، الخلايا العصبيه داخلها سائل اسمه ايه يا شباب؟ داخل الخلايا دي انترستيشيال فلويد. طب ان بتوين انترستيشيال فلويد، واضحه كده يا شباب؟ كبير بقى ولا لا؟ معايا يا شباب ولا لا؟ يبقى نقراها نقولها مع بعض، انترستيشيال فلويد، انترستيشيال فلويد، وهكذا. الانترستيشيال فلويد ده موجود في الهارت، وموجود في الليفر، وموجود في الكيدني، وموجود في البرين والعضلات، وباي انترستيشيال فلويد. خلاص؟ ثواني صبر. طيب دلوقتي بص كده يا دكاتره، دلوقتي بص كده يا شباب، لو جبنا البلاد الدم، لو تخيلت ان ده وعاء دموي، ده بلاد فيسل. بلاد فيسل يعني ايه يا شباب؟ وعاء دموي. بلاد فيسل ده عباره عن ايه؟ ريد بلاد سيل، ار بي سي، ريد بلاد سيلز، خلايا كرات دم حمراء، وكرات دم بيضاء، وايت بلاد سيلز، وايه كمان؟ برافو، بليتلتس، نقولها ايه؟ صفائح دمويه، بليتلتس، نقولها كده بليتلتس. بصوا هذه الخلايا يا شباب بتعوم في سائل، هذا السائل ده يا شباب اسمه بلازما. يا ايتها البلازما، يا ايتها البلازما، انت انترا سيلولار ولا اكسترا سيلولار؟ برافو. يبقى بص كده يا شباب، السائل اللي جوه الار بي سيز ده انترا سيلولار، السائل اللي جوه الوايت بلاد سيلز انترا سيلولار، السائل اللي جوه البليتلتس انترا سيلولار. لكن السائل اللي عايمه فيه هذه الخلايا، اقول له ده اكسترا سيلولار فلويد. اذا يا شباب هنقسم الاكسترا سيلولار فلويد الى نوعين، اكسترا سيلولار فلويد قسمهم حاجتين، انترستيشيال فلويد، انترستيشيال فلويد، وده موجود ما بين الخلايا بتاعت كل الاورجانز بتاعت جسمك، وكمان بلازما. البلازما دي موجودة فقط داخل الوعاء الدموي، موجودة فقط داخل الوعاء الدموي. يبقى انا دلوقتي عندي اكسترا سيلولار فلويد. ايه هو الاكسترا سيلولار فلويد؟ قول والله الاكسترا سيلولار فلويد ده يا دكاترة السائل اللي ما بين الخلايا وبعض اسميه انترستيشيال فلويد. والبلازما، البلازما دي موجودة فين؟ في البلاد فيسل. مكونات الانترستيشيال فلويد والبلازما زي بعض. ليه؟ قول له والله نقول له ايه؟ بصوا نقول له خلوا بالكم يا شباب، في عندنا حاجة اسمها كابيلاريز، ده كابيلاري يعني ايه يا شباب؟ شعيرات دموية، شعيرات دموية دي يا دكاترة اللي بيتم فيها التبادل، اللي بيتم فيها ايه؟ الاكسشينج. يعني بص كده، لو اتخيل ان ده، بصوا ده كبد وده كابيلاري،
بصوا ادي الخلايا دي السيل بتاعت الكبد, دي الخلية بتاعت الكبد. بصوا كده يا شباب ده الانترستيشن فلويد وهنا في بلازما. بصوا يتم التبادل ما بين الانترستيشن فلويد والبلازما, لان انت يا ايها الانترستيشن فلويد انت اكسترا سيلولار فلويد, ويا ايتها البلازما انت الاكسترا سيلولار فلويد. يبقى الاثنين تركيبتهم واحده, فاهمين يا شباب؟ طيب يبقى تعالوا بقى عرفنا دلوقتي الاكسترا سيلولار فلويد عباره عن ايه. يبقى بصوا كده يا شباب, توتال كلي بودي جسم ووتر كام في المية يا شباب؟ 60%. بصوا بقى تخيلوا يا شباب 40% انترا سيلولار فلويد. بس انترا سيلولار فلويد ايه؟ جوه الخلايا اللي ايه بتاعت المخ والقلب والكدني كله. يتبقى 20%. العشرين في المية دول ايه؟ اكسترا سيلولار فلويد. يا ايها الاكسترا سيلولار فلويد انت حاجة واحدة ولا حاجتين؟ ايه هما الحاجتين؟ ايوه انتر ستيشيال فلويد وايه كمان؟ وبلازما. برافو. بصوا بقى العشرين في المية دي 15% انتر ستيشيال فلويد, 5% بلازما. يبقى تعالوا كده نقول المية في جسمنا كام في المية؟ انت سيلولار كام؟ 40. اكسترا سيلولار العشرين دي مقسمة الى ايه وايه؟ 15 وايه؟ 15 اسمها ايه؟ انت ستيشن فلويد, وخمسة ايه؟ ايه علاقة انت ستيشن فلويد والبلازما؟ بيتبادلوا امتى فين؟ عند مين؟ عند فين؟ عند الليفل بتاع مين؟ كابيلاريز. بيحصل اكس تشينج يعني تبادل. طب انا عايز دلوقتي يا شباب اقول ايه فرق جوهري ومش عايزين ننسى الارقام دي. في رقمين كده مش عاوزين ننساهم. تعالوا كده يا دكاتره, دي خليه يا شباب جواها انترا سيلولار فلويد وبراها ايه؟ اكسترا سيلولار فلويد. بص كده يا دكاتره اهم فرق يهمني جدا 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 ايه هو؟ اقول له الصوديوم. الصوديوم هنا كام وهنا كام؟ بره يا شباب صوديوم قاتير. صوديوم ايه؟ قاتير. صوروا بره كام الصوديوم؟ 142. كام الصوديوم؟ 142. بينما جوه 10. يبقى الصوديوم بره كام؟ قاتير. صوديوم ايه؟ قاتير. كام رقمه؟ لا غلط, 142. يبقى الصوديوم كام بره؟ كام؟ بيقول لي 142. اقول له صح ولا غلط؟ غلط. لكن لازم نقولها ايه؟ 142. اصل انا بقول الكلام ده وقت ايه؟ في واحد من 5 سنين او 6 سنين كده, ها؟ هنا في المستشفى في سنه 6 يقول له الصوديوم كام؟ مش عارف قال اي رقم بقى. فالدكتور في شفا وسقط. انا قلت ايه؟ اقول لك طريقه عشان ايه ما تتنسيش. يبقى الصوديوم كام؟ طب البوتاسيوم يا شباب, صوروا البوتاسيوم جوه الخليه 150 وبره كام؟ كام بره؟ لا بصوا بره كام؟ لا بصوا بره كام؟ 3.5. 3.5. يبقى الصوديوم كام؟ طب والبوتاسيوم؟ لا 3.5.
اصل الكلام ده مهم. ليه يا شباب؟ يا شباب انا لما باجي اعمل تحليل دم بعمل ايه؟ باخد عينه الدم من واحد، اخد عينه الدم دي افصلها خلايا اللي هي ار بي سيز وبلاد سيلز وبليتلز وبلازما، ارمي الخلايا وامسك البلازما احللها. يا ايتها البلازما انت اكسل ولا انت اكسل ولا في صوت يوم كان ولا يبتسم كان. لا الكلام ده ليه بقى يا شباب؟ لان اي لخبطه في الالكترولايتس صوديوم بوتاسيوم بتعمل مشاكل لا نهايه لها. فاتليست الواحد يعرف ايه النورمال قد ايه يعني. طيب تعالوا حاجة تالتة يا شباب، البي اتش درجة الحموضة. البي اتش بتاعت الاكسسوار فلويد كام؟ النيوترال كام يا شباب؟ اه برافو عليكم فعلا 7.4 سبعة 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 دي في الكيمياء النيوترال فيزيكس اه سبعة، لكن جسمنا الطبيعي تحته 7.4. اقل من 7.4 يبقى حمضيه، اكتر من 7.4 حلويه او قاعديه. هو المصنع فين اللي بيطلع الاحماض يا شباب؟ المصنع فين؟ اقول له الخليه مش كده؟ يبقى الاقي ايه؟ بصوا الاقي البي اتش جوه الخليه 7.2، دي نيوترال، دي نيوترال خلاص، دي نيوترال. يبقى دي ايه يا شباب؟ اسيدك. اه يبقى النورمال بي اتش بتاعت جسمنا كام يا دكاتره؟ 7.4. الثلاث ارقام دول يا شباب عيب لما نغلط فيهم، عيب عيب. ايه هو العيب؟ ان نغلط في اي رقم من دول. يبقى الصوديوم كام بره؟ بوتاسيوم كام بره؟ 3.5. بي اتش كام بره؟ بس خلوا بالكم يا شباب، ارجوكم يا دكاتره اوعوا تنسوا المعلومه اللي جايه دي. ثواني، ايه بقى المعلومه اللي جايه دي؟ بصوا اكتبها بالعربي كده، اي افرازات من الجسم تاتي من البلازما. يعني ايه الكلمه دي؟ قول له بص كده يا دكاتره، دي القناه الهضميه مثلا، هنا مثلا الماوس، وده بلاد فيسل، نتصور ده بلاد فيسل، ده بلاد فيسل، ودي القناه الهضميه. احنا بناكل في سلايفا، في لعاب. اللعاب ده جاي من فين؟ جاي من البلازما، برافو. المعده لما ناكل الاكل المعده تطلع افرازات، جايه من فين؟ من البلازما. الامعاء، العرق، سويت، جاي من البلازما. اليورين، البول، جاي من فين؟ اي افراز في جسمنا جاي من البلازما. اي افرازات في جسمنا يا دكاتره جايه من البلازما. طب بصوا بقى في سوائل بقى، بصوا كده خلوا بالكم يا شباب، الاقي كده دي ده مفصل الله، ودي جوينت مش كده؟ مش في سينوفيا الممبرين، سينوفيا الفلويد، سوري الله، سينوفيا الفلويد ده اكسترا سيلر ولا انتر سيلر؟ اكسترا سيلر. الله، حوالين الهارت كيسان، اكسترا سيلر. حوالين اللنج، حوالين المخ، كل ده اكسترا سيلر فلويد. فاهمين؟ واضحه؟ ونسمي السوائل دي ترانس، يعني نعتبره اكسترا سيلر فلويد. طيب ايه اهميتك يا اكسترا سيلر فلويد؟ بص كده يا دكاتره خلوا بالكم معايا، هنلقى على موضوع تاني كده اللي هو اسمه ايه؟ نفهمه الاول وبعد كده. بص كده يا دكاتره، لو ان الخليه دي اعتبرها مصنع، فاكتوري، مصنع ده عشان يشتغل مش لازم يجيله كهرباء، ولازم يجيله طرق ومواد خام، صح ولا مش صح؟ وميه ومش عارف ايه وتليفونات و و و و وبعد كده المصنع ده هيطلع ويست،
ويست البروجرس هيطلعها لمين؟ يعني بصوا بقى دكاتره لو دي خليه الله ده الايه بتاخد اكلها من فين؟ من الاكسا سيرفلويد، وبترمي حاجتها فين؟ في الاكسا سيرفلويد. تصوروا مصنع كده دكاتره منعت عنه الكهرباء، ومنعت عنه المواد الخام، ومنعت عنه الميه، ومنعت عنه الطرق، ومنعت عنه مش هيشتغل. اصحى اصحى يا دكتور، يا دكتور اصحى يا دكتور. صحيح اللي عايز ينام انا ما عنديش مانع، بس يقول لنا هنام اوطي صوت بس. لا داعي للزعاب. يبقى مره تاني كده يا شباب، الله يبقى خلوا بالكم عشان الخليه دي تشتغل، مش لازم الاكسا سيرفلويد ده يكون حلو حلو ولا لا، ولا يكون شايل زباله بقى الويست دي. الله ده الخليه دي بتطلع اسيد هيدروجين وبتطلع كربون دايوكسيد، طلعته لمين؟ الانترستيشال فلويد. صح يا شباب ولا لا؟ لو تراكم السي او 2 والاسيد الاحماض، اسيد اسيد يعني احماض، الخلية دي هتبوظ. دي الخلية هترميها لمين؟ الانترستيشال فلويد. بس الانترستيشال فلويد عند الكبد، عند المخ، عند العضلة، عند القلب. بصوا بقى تعمل يحصل ايه بقى عند الكابيلاري؟ يتبادل بقى مع مين؟ مين اللي زيه اكسسير فلويد؟ البلازما. البلازما بتقول له اديني كربون دايوكسيد واديني الهيدروجين. انا بلازما متحركه بتحرك مع الدم، انا هعدي على الرئه ارمي الكربون دايوكسيد، ولما اوصل للكليه هديها الهيدروجين والاحماض دي ترميها في البول. فاهمين يا شباب؟ كل ده بغرض ايه؟ ان نحافظ على البيئه الداخليه. بيئه داخليه يعني internal environment. يعني ايه internal داخليه؟ internal environment. environment يعني بيئة. يبقى ايه البيئة الداخلية اللي عايشة فيها الخلايا؟ مين بقى يا شباب؟ اللي حوالين الخلية اسمها ايه؟ اكسسير فلويد. فاهمين بقى يا شباب؟ يبقى علشان اخلي الخلية دي تشتغل حلو اعمل ايه في الاكسسير فلويد؟ في البيئة الداخلية. الله ده احنا عندنا بيئة خارجية اللي هي الاتموسفير والمية والهواء ومش عارف، دي بيئة خارجية. امال ايه البيئة الداخلية اللي في جسمنا؟ اكسترا سيلولار فلويد. لابد ان نحافظ على اكسترا سيلولار فلويد ده من حيث ايه؟ من حيث التركيبة بتاعته، ويعني كومبوزيشن، وايه كمان؟ اقول له من حيث الحجم، حجما فوليوم يعني حجم. الله يبلغ الله. لو واحد نزل في يا شباب، الله ده انا ايه رميت بلازما بره اهو، واحد نزل دم، الله ده حجم الاكسا سير فلويد يحصل له ايه؟ صوروا واحد قاعد يومين ثلاثه ما يشربش ميه، الاكسا سير فلويد هيحصل له ايه؟ هيقل، هندخل في مشاكل. فاهمين بقى يا شباب؟ واضحه كده ولا؟ يبقى لابد وشرطا وحتما، لابد وشرطا وحتما ان نظبط يا دكاتره الاكسترا سيلولار فلويد عشان الخلايا بتاعه جسمنا دي تشتغل كويس. الله يبقى لازم اظبط السكر، صح ولا لا؟ وهسمي تظبيط الاكسترا سيلولار فلويد ده هسميه هوميوستيزيس. يبقى يعني كلمه هوميوستيزيس ثبات البيئة الداخلية، keeping constant internal environment. يبقى نقولها تاني يا شباب، يعني كلمة homeostasis، keeping المحافظة على، keeping constant ثبات internal
environment. هو ميستر فيسيولوجي يا شباب سوري ان هو علم اللوجيك يفهم لا يحفظ, ولو اتفهم مش هيضيع طول عمره. لكن في ماده كده مش عارف اتش 2 مش عارف حاجات كده دي يعني كل كلمه وكل مركب خدناه موجود لغايه دلوقتي صح. يعني اقصد ايه, في حاجات يا دكاتره تفهم خلاص خلصت القضيه مش هتوه منك طول عمرك لو فهمتها. هتحفظها هتجيب درجه حلوه برضه, هتجيب درجه حلوه هننجح كلنا, بس هتقعد شهرين ثلاثه وتضيع لو حفظتها. طيب يا شباب اوت صوتي, انا في واحد انا اوت صوتي. وبعدين يا دكاتره بس انتهينا الانفايرمنت, يعني ايه هي البيئه الداخليه؟ عارفينها بس اللي هي الاكسترا سيرفس. كان استاذ عندنا زمان سنه 69 بقى يا شباب ولا 70 كان يقول لنا ايه؟ كان يقول لنا المخ لازم تدلعه عشان يدلعه. ذاكر له الحاجة كده وحطها هنا في الحتة دي وقت الامتحان وانت مغمض هتذاكر. لكن لما ليلة الامتحان نقرا 700 ورقة قرينا كله مخ يقول لك طيب. طب يبقى عرفنا يعني ايه كلمة هوميوستيز. مرة تانية يا شباب, كلمة هوميوستيز يعني ايه؟ keeping constant internal environment. ايه بقى الكونستان دي؟ اقول له والله الجلوكوز لازم اظبطه صح, لا يكون عالي ولا واطي. سكر زاد مرض, سكر وطي مرض. صوديوم زاد مرض, صوديوم وطي مرض. بوتاسيوم زاد مرض, كالسيوم زاد مرض مرض. سهلة اقولها تاني. يبقى هو ده دكاتره الجلوكوز هوميوستيزيس. هوميوستيزيس صوديوم هوميوستيزيس, بوتاسيوم هوميوستيزيس, كالسيوم هوميوستيزيس هوميوستيزيس. فاهمينها يا شباب؟ يبقى دي يبقى عشان بقول لكم في السيرة دي سهلة. طيب دكاترة تعالوا نقول مثال كده بقى. واحد يا دكاترة ضغطه, حتى هنعرف بعد كده الأرقام دي, واحد ضغطه الطبيعي 120. اول ما الواحد بيدخل بيته عادة يعني بيقابل مراته ضغطه بيعلى. مش ده اللي بيحصل ولا ايه؟ ولا عدى انا بس يعني؟ طيب يبقى ده يا دكاترة حصل تغير, تشينج. تشينج يعني جسمنا يعتبره ايرور, خطأ, يعني حصل ديستربنس. ديستربنس لخبطة. جسمنا عايز يعمل ايه؟ يعني شوفوا ارتفاع الضغط اهو, جسمنا عايز يعمل ايه يا دكاترة؟ عايز يعمل ريسبونس, استجابة. ريسبونس او كوريكشن, كوريكشن تصحيح. يبقى لابد شرطا وحتما يا دكاترة اي تغير جسمنا يعمل له ايه؟ في نفس الاتجاه ولا عكسه؟ عكسه. عكسه برافو. الله ده ضغطنا وطي جسمنا عايز يعليه, ضغطنا عادي جسمنا عايز يوطيه, صوديوم زاد جسمنا عايز يوطيه, صوديوم قل جسمنا عايز يعليه, بوتاسيوم وهكذا.
يبقى لازم يا شباب نعرف ان الـ change عكس اتجاه مين؟ response. الله بس خلوا بالكم يا دكاترة جسمنا هيعرف ازاي الكلام دوت؟ قول له عن طريق حاجة يا دكاترة منتهى الأهمية نكون عارفينها. بصوا عندنا حاجة اسمها ريسبتور يعني مستقبلات، يعني ديتكت يعني يتعرف على ديتكتورز. بص او سنسورز، كل دول اسماء لعينه. كل دي اسماء لحاجه واحده، سنسورز ديتكتورز ريسبتورز. دي تتعرف على التغير. ايه التغير؟ اللي هو التشينج. وسبحان الله ربنا حاطط لنا ريسبتور للضغط. لا ده لما الضغط يعلى ده ريسبتور، الضغط يوطى ليه ريسبتور، سكر يعلى ليه ريسبتور، سكر يقل ليه ريسبتور، صوديوم يزيد ليه ريسبتور، وهكذا وهكذا. طب بعد كده قول له والله لغة المخ يا شباب عبارة عن ايه؟ قول له كهرباء، إمبلس، رسالة، مسج. الله يبقى لازم يا ريسبتور انت تحولي، اولا تتعرفي، ده اولا التعرف على التغير، تغير ضغط، تغير جلوكوز، تغير صوديوم، تغير ثم ثانيا بصوا تحول هذا التغير الى إمبلس. يعني اشاره عصبيه، اشاره عصبيه. ليه؟ لان لغه المخ اشارات عصبيه. طيب بصوا كده يا دكاتره، ادي ريسبتور شباب، ركزوا بقى معايا حضرتك، دي ريسبتور اتعرفت على وهنا بصوا كده يا دكاتره، ده كنترول سيستم اللي هو عادة المخ. لازم يا دكاتره يكون في وصلة ما بين الريسبتور والمخ. هسمي الوصلة دي افرنت فايبر. يبقى ايه الكومبوننت مكونات الهوميوستاتيك ميكانيزم؟ قول له اول حاجه ريسبتور، تاني حاجه افرنت، تالت حاجه كنترول سيستم. بقى ايه مخ يعمل؟ ايه يا شباب مخ يعمل؟ الاتي سبحان الله. تعالوا ضغط مثلا، ربنا سبحانه وتعالى مظبط مخنا على ضغط 120. يبقى في ست فاليو، نورمال فاليو، اوبتيمال مناسبه فاليو اللي هي ضغط 120. والحراره 37، مخنا متطبق على 37. لما احنا الواد واحد سخن او تعرضنا لحر، الريسبتور في الجيم الحرارة جودة 40، هتحول الحرارة إلى إشارة عصبية يشيلها نيرف فايبر أفرد يوديها للمخ. المخ يقول إيه؟ الحرارة 40 أنا متظبط على كام؟ على 37. الله يبقى الدنيا سخنة. فاهمين؟ طب أعمل إيه؟ فاهمين؟ اعمل ايه؟ المخ يقرر ياخد قرار. المخ يبعت اشاره عصبيه، امر، اوردر، هيبعته لمين يا شباب؟ خلال افرنت فايبر. يبقى هيبعته خلال ايه؟ افرنت. يبقى انا عندي افرنت من الى، وافرنت من الى، فاهمين؟ الى مين بقى يا دكاتره؟ فعند الحراره يبعتها للجلد. طب لو واحد ضغطه عالي يا
تبعته للقلب. واحد سوريا مزاي تبعته للكلام تعمل بها شغل. كم مدار سيد زايد يبقى اي حاجة اذا كثر جسمنا لازم الخمس حاجات دول نحفظها. ايه الجلد او الهارت او اسميها افكتور، هسميها افكتور اورجان. يبقى ايه الكومبوننتس بتاعت الهوميوستاتيك ميكانيزم دي يا دكاتره؟ قول له عندي ريسبتور افرم كنترول سيستم افرنت افكتور اورجان. فاهمين يا شباب؟ الخمسه دول لازم اكون حافظهم. ليه؟ لان في كل حاجه، في كل حاجه. فاهمين كده يا دكاتره؟ طيب تعالوا كده بقى يا دكاتره، تعالوا كده يا شباب. عندي حاجه اسمها جين. يعني ايه كلمه جين؟ المكسب. ها؟ جين يعني المكسب او المحصله. اقول له والله بصوا قيمة ماجنتيود، ماجنتيود يعني قيمة الريسبونس على قيمة التشينج. احسن حاجة تعرفنا يا دكاترة نيجاتيف وبوزيتيف فيدباك نفهمها. ارجوكم فهموها ما تحفظوهاش. يعني ايه نيجاتيف فيدباك؟ يعني ايه بوزيتيف فيدباك؟ نفهمها لو سمحت. انا كاتب لكم مثال كده في لو واحد ضغطه 120 حصل له نزيف، لما الواحد ينزف ضغطه يحصل له ايه؟ هيقل. هتصور ان الضغط بقى 80، الله ده التشينج. ما حدش تؤمن يا شباب، معلش اللي نايم مش هقدر اوطي صوتي، معلش الحته دي مهمه. الله التشينج كام؟ انا بدات كام؟ ناقص كام؟ هيساوي كام؟ ما يهمنيش ال 40، يهمني الاشاره. جسمي عمل ايه؟ بصوا حاول يرفع الضغط، بصوا وصله ل 100. حلو يا جسم، برافو. الله، هل الاثنين في اتجاه واحد؟ لا. يبقى دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ هنشوف. يبقى الريسبونس عايزه كام؟ الريسبونس احسبه كام؟ اقول له بصوا 80 ناقص 100. ليه بدأنا 80؟ اقول له انا دلوقتي وصلت ال 80 جسمي هيعمل ايه؟ ناقص ال 100 اللي وصلنا لها، يبقى اقول له ناقص 20. الجين يا شباب بيساوي ايه؟ قيمة مين؟ الريسبونس على قيمة التشينج. هيساوي ايه؟ هي دي السالب يا دكاتره اللي هنسميها نيجاتيف فيدباك. ولما يحصل نيجاتيف فيدباك يبقى دي حاجه حلوه. بصوا عشان افتكرها يا شباب احولها لمكسب وخساره. جسمي خسر 40 بسبب النزيف. الجسم هيكسبني نص اللي خسرته، يبقى كسبت 20. مرة تاني، الجسم خسر كام؟ الجسم كسبني كام؟ 20. بص بقى يا دكتور، الجين بكام؟ سالب نص. بص يا دكتور، أصبح جسمي دلوقتي خسران كام؟ والجين بكام؟ جسمي هيكسبني نصهم، يبقى اوصل ل 110. اصبح جسم خسران كام؟ 10. الجين بكام؟ بنص. جسمي هيكسبني نصهم، هبقى اوصل ل 115. اصبح جسمي خسران كام؟ جسمي هيكسبني نصهم 117.5 100. الله، بصوا الكوركشن يبقى جرادوال.
ما ينفعش واحد يا شباب ضغطه ايه دلوقتي 120 دعم متخانق وبتاع مش عارف ايه متعصب ووصل ضغطه 200، ما ينفعش اديله دواء. ما ممكن واحد يجي لنا ضغطه 300 يا شباب، اعمل ايه؟ ممكن ادي ادويه خليه 120 ساعه لازم يا دكاتره النيجاتيف فيدباك الحلوه تكون ايه؟ لازم تكون جراديو شويه شويه صافيه فاهمين؟ بقى ثواني ثواني بس عشان ايه؟ ما عنديش دقيقتين بس تحملوا. بص يا دكاتره تعالوا بقى واحد ضغطه 120 يا دكتور خلي بالك معايا معلش معلش خلي بالك معايا عشان الحته دي ايه ما كنتش فاهمها لكن قعدت سهران لغايه الساعه 3 الفجر الحمد لله فهمتها فخايف تتوه مني تاني فارجوك افهموها بقى معايا لغايه الساعه 3 بص كده بص كده يا دكتور واحد حصل له نزيف نزيف شديد نزيف ايه شديد وصل الضغط 60 بصوا بقى يا شباب المخ جدع المخ جدع بس نقول يعني انا اشتغل معاك 50 60 70 80 سنه دول ما بتعرفش بس بشرط ما تحرمنيش من السكر من الاكسجين اذا منعتني من الاكسجين من السكر ومن الاكسجين انا هفصل العب معاك تاني وايه لمده ايه من 3 ل 5 دقايق يعني لو منعنا عن المخ لا اكسجين او سكر من 3 ل 5 دقائق يرسم مش هيلعب على كل خلاص هو ده دكاتره اسمه كلينيكال ديث يبقى ايه هو الموت الموت السريري منعنا عن المخ اكسجين وسكر لمده دقيقتين اوكي من 3 يقول انا كتبت قوي وانا بقيت الكمبيوتر بس ايه حاجه بص بقى يا دكتور لما واحد بقى ضغطه ينزل نزف شديد وضغطه وصل ل 60 كمية الدم اللي رايحة للمخ قلت كمية الأكسجين فيها واحدة بس كمية الأكسجين قلت قوي حصل فيلير للكنترول سيستم للبرين المخ هيموت بص بقى يا دكاترة المخ هيعمل ايه ريسبونس هيوصل الضغط 30 عشان الدكتور عجب ممكن اخد 10 دقايق يبقى بص كده يا دكاتره معلش يعني انا هستاذن الدكتور عجب بص كده يا دكاتره اللي تشينج اللي تشينج 120 ناقص 60 موجب 60 الريسبونس 60 ناقص 30 موجب 30 الجين موجب 30 على موجب 60 موجب نص موجب بوزيتيف فيدباك يبقى البوزيتيف فيدباك دي مصيبه سودا وبتموت يبقى البوزيتيف فيدباك دي مصيبه سودا وبتموت فاهمين وبص لو قلناها بمكسب وخساره لو جسمي خسر 60 جسمي هيخسرني نص اللي خسرته يعني لو جسمي خسر 60 جسمي هيخسرني نصهم 30 اصبح جسمي خسران كام جسمي هيخسرني نصهم يبقى 45 هي دي يا دكاتره بصوا اللي بنسميها ايه الدوائر المفرغه فيشيا سايكلز ودي سريعه تلاقي واحد ضغطه ايه 60 لحظه تانية اقيسه الاقي 30 لحظه تانية مات بعد للابد فاهمين ايوه فاهمين واضحه كده يا شباب ولا فاهمين اديله فيه يبقى النيجاتيف حلوه
البوزيتيف البوزيتيف في حلو ولا وحشة؟ والنيجاتيف حلو البوزيتيف وحش النيجاتيف حلو البوزيتيف وحش تمام يا شباب.